برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيس مجلس النواب، عقد المجلس جلسته الأسبوعية 14 في دور الإنعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة بالتصريح التالي: استهلت الجلسة عملها باستعراض رد سعادة وزيرة الصحة على السؤال المقدم من معالي النائب فوزية بنت عبد الله زين حول خطط الوزارة الخاصة بإنشاء مستشفى عام في المحافظة الجنوبية والذي أعلن عنه سابقا، والسؤال المقدم من سعادة النائب أحمد يوسف الدمستاني حول رؤية وزارة الصحة لإنشاء مراكز صحية إضافية في الدائرة السابعة من المحافظة الشمالية لتستوعب الزيادة السكانية. لينتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمرافق للمرسوم رقم 18 لسنة 2019 والمحال للمجلس بصفة الاستعجال. وبعد المداولات والمناقشات الطويلة التي حملت تباينا في الآراء، وافق المجلس على مشروع القانون وما أجري عليه من تعديلات، ومن ضمنها التعديل على المادة 8 فقرة جيم البند 2 بشأن تمويل التقاعد الاختياري من فائض صندوق التأمين ضد التعطل، وهو أن يراعي البند ها الذي يجيز لمجلس الوزراء تخصيص الميزانيات اللازمة لصندوق التعطل في حالة حدوث العجز في الصندوق وأحاله إلى مجلس الشورى. وفيما يتعلق ببقية المشاريع بقوانين، اتخذ المجلس القرارات التالية: أولا، تمسك مجلس النواب بقراره السابق بشأن مشروع بتعديل المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ليعاد المشروع بقانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه. ثانيا، قرر مجلس النواب قبول المشروع بقانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات والمرافق للمرسوم الملكي رقم 91 لسنة 2013 كما ورد من مجلس الشورى، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك. ثالثا، وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة 10 من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم والمتعلقة باعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم مادة أساسية ضمن التعليم الحكومي في مملكة البحرين وما أجري عليه من تعديلات، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. رابعا، وافق مجلس النواب على طلب رئيس لجنة الخدمات بسحب تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمتعلقة بأن يتكفل العامل الأجنبي والذي يترك العمل دون سبب مشروع نفقات عودته وترحيله إلى بلاده لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة. خامسا، رفض مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات والصادر بمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 والمتعلق بالميزانية العامة للبلديات وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة للدولة لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها، وأحاله إلى مجلس الشورى. أما في بند الاقتراحات برغبة، فقد وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن توفير خط ساخن بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم في الوزارات الخدمية، وتمت إحالته إلى الحكومة، فيما قرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة بشأن منح الإقامة الدائمة لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بصفة مستعجلة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.